اليوم مجتمعين قبل المستشفى كيف كل عام باش نحتفلوا مع الاطفال اللي ناعسين عندنا في المستشفى ومع المرضى اللي عندنا في المستشفى، ندوزوا معهم شويه من هذه الاجواء الرمضانيه ونقدموا لهم شي شويه تاع الدعم. وكيف ما كتعرف ان الدعم المعنوي حتى هو نوع من الاستشفاء، وكنستغلوا هذه الفرصه انهم بحكم انهم دوزوا بزاف الوقت في السبيطار ما كانوش مع عائلتهم، فكنتجمعوا معاهم باش نحسهم بلي حتى هما راه في جو عائلي وكنفطروا معاهم. وانا نبغي متروب في الارحم وفي الحاشمه النطفه صور